اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا مصطفى باشا، ازيك حضرتك يا كابتن زيزو؟ الحاله النفسيه اللي بتشعر بيها في كل مره بتقابل الجمهور، سواء كنت لاعب في الملعب او مدرب او مدير كره او حتى في لقاء تلفزيوني، تبقى حالتك النفسيه عامله ازاي؟ لا، اولا طبعا انا بشكرك جدا على المقدمه الجميله لغويا ومعاني، واتمنى يعني ان انا اكون اهلي ليها يعني. ده صحيح حضرتك، ودي من الحاجات اللي هي بتحملني مسؤوليه، وانا بقول الحاجات دي بقولها على سبيل يعني، واما بنعمه ربك في حادث فده فضل كبير قوي من الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للمتفرج او الجمهور، الجمهور هو العنصر الوحيد اللي موجود في لعبه كره القدم اللي مشاعره خالصه وصادقه وبدون مقابل. نعم، كل العناصر الاخرى بيبقى ليها مقابل، يعني مفيش عنصر زي المدرب، زي الاداري، زي المعلق، زي لكنك لست صديق للضوء، مش محب للظهور التلفزيوني كتير. لا يعني عندي مبدا الظهور لسبب، نعم، ما يبقاش لمجرد الظهور، لاني بعتبر انك انت بتاخد حيز ممكن جدا يكون من حق واحد تاني في بعض الاوقات، خاصه لما تبتدي النجوميه بتاعتك تعلى شويه، او انك اخدت حقك في النجوميه فبيبقى في ناس تانية عايزه تاخد هذا الحيز، او من حقها بمعنى اصح انها تاخد هذا الحيز. فدي نقطه. زائد ان انا مؤمن بان الاعلام رساله، فاذا كانش النجم في اي مجال بيطلع علشان خاطر يفيد يبقى في الحالة ديت مفيش قيمة للظهور. من هنا أنا حريص دايما إن يبقى في معنى الظهور يبقى سبب لي، فغير كده ما بحبش عملية الظهور بالشكل. أصدقك القول يعني عندما أعبر عن دهشتي أنه متى بالتحديد تمت هذه الصلة مع الجماهير؟ عبر أي إنتاج بالذات؟ تاريخك الكروي، بطولاتك، أخلاقك، مواقفك تجاه النادي الأهلي، حقيقي عندي اندهاش غريب عن الصلة بين كابتن زيزو وجماهير الكرة المصرية. لا، هو مفيش شك أنا صلتي بدأت يمكن مبكرا شوية، ما كنت ناشئ عندي 14 سنة، كان في متابعة من أعضاء النادي الأهلي العاملين وبعض الجماهير اللي هي بتيجي تتفرج على مباريات الناشئين، ويعني تطورت إلى يعني وقتنا هذا يعني بأشكالها المختلفة. أنا مؤمن بأن في نصيحة كنت أخذتها من والدي الله يرحمه، أن الإنسان الموهوب دي نعمة كبيرة جدا ربنا بيديها له، صحيح، هو يسعد بيها وينميها ويحافظ عليها، صحيح، ويسعد بيها الآخرين. مش هيقدر يسعد بيها الآخرين إلا لما يكون هو سعيد بيها ويحافظ عليها ويعني يقدرها كنعمة من نعم الله، لأن الموهبة دايما بتبقى نوع من أنواع يعني هي علميا انحراف عن الأسباب العادية غير تقليدية. فمثلا وده موجود في كل المواهب، بتلاقي طفل صغير كده بيعرف يرسم محدش علمه، تلاقي واحد صوته حلو بيغني، أو بنت حلوة كده صغننة بتغني. الإنسان عادة يولد موهوب وهو بينمي موهبته، فطرة بالظبط. نعم، كده صحيح. بس بيبقى في تميز من بعض المواهب، يعني مثلا واحد زي عبد الحليم حافظ تحس انه مثلا الله يرحمه اتخلق عشان يغني، وأم كلثوم الله يرحمها، صحيح، عبد الوهاب بالعبقرية اللي كان موجود عليها، والسنباطي ورامي، كل حتى في الكتاب بتوعنا العظماء. نعم، فالموهبة ولذلك هي الموهبة ممتدة، مش لكن عطل. الصلة بالجماهير وهذه المحبة ممكن تبقى دعوة أم، روح يا ابني ربنا يحبب فيك خلقه. هقولها لك بمنتهى الأمانة، أنا بحب الناس جدا، وإحساسي من يوم ما لعبت كورة، أنا بلعب كهاوي عشان أستمتع، يبقى في متعة ذاتية، والمتعة دي تسعد الآخرين. فكان في صدق في التعامل مع المتفرج، وصدق في التعامل مع المؤسسة اللي أنا اتربيت فيها، أو الكيان اللي اتربيت فيه اللي هو النادي الأهلي. ويمكن احساسي بان التربيه في النادي الاهلي كان فيها نوع من الاحساس بالوطنيه، لان النادي الاهلي لما الشهره بتاعته بمجرد اعلان اسمه كنادي بيمثل اهل الوطن، الشهره بتاعته خدت شكل عرضي،
بالنسبه للوطن وطولي في نفس الوقت. نعم. فالشهره دي اتفرشت على 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 مستوى مصر كلها في وقت واحد، في لحظه واحده. ودي السبب فيها من وجهه نظري انه اتعمل بسمه وطنيه. من هنا السمه الوطنيه دايما بتخلق في البني ادم نوع من الاخلاص والتفاني، الايثار، بعض القيم اللي كمان مسؤولين في النادي الاهلي منذ انشائه حتى الان بصرف النظر عن الاخطاء البشريه كلنا، الا ان كلهم حافظوا على الشكل ده، والشكل ده في الاخر هو اللي بيكون الهويه بتاعت الكيان. من خلال الهويه بتاعت الكيان بقت دي السمات بتاعت الهويه. عشان كده بمجرد ما حد بيلعب في الهويه دي بشكل او باخر بيحصل فيها هزه تستشعر من بالادراك. يعني هي ما تتشافش، انما اللي عندهم الاصول والمبادئ دي يستشعروها، فتلاقي سرعان ما تعود مرة تانية. أول ما دخلت النادي الأهلي أدركت قيمة هذه الهوية إمتى بالتحديد؟ من قبل ما أدخل النادي الأهلي، لأن أنا أوعى لتشجيعي للنادي الأهلي مثلا وأنا عندي 9 سنين 10 سنين. ودي كانت في ماتش أهلي وزمالك، إحنا كان بيتنا على شارع فؤاد 26 يوليو في منطقة بولاق ناحية الأسعاف كده، وكان في مباراة أهلي وزمالك في ملعب الزمالك اللي هو كان بالون زمان، وكسبنا 3-0. ففي الماتش ده الجماهير كانت بتخرج بتعدي من الشارع، وكنا نحتفلوا عليهم ملبس وشوكولاتات وبتاع. فانا فاكر من اليوم ده فاكره زي دلوقتي. فارتباطي بالنادي الاهلي بدا من قبل كده، بس اليوم ده حسيت ان في حاجه جديده في حياتي. مين الكشاف اللي تنبأ بموهبه كابتن زيزو ودعمك انك تدخل النادي الاهلي؟ ده هو ناس كتير قوي، كل اللي كان بيشوفني وانا صغير حتى وانا عندي 6 سنين 7 سنين، سواء كنت مثلا بنصيف كنا في راس البر، او مثلا في مركز شباب الجزيره لما رحت مركز شباب الجزيره، او في المدارس مدرسه الزمالك الابتدائيه او علي عبد اللطيف الاعداديه، او طبعا بعد كده الثانوي. انا دخلت ثانوي وانا بلعب في الفريق الاول، يعني كنت في اولى ثانوي كنت بلعب في الفريق الاول، كله كان بيتوقع ان انا ممكن ابقى لعيب كوره. وانا كان عندي الاحساس ده، بس ما كنتش اعرف اعبر عنه او اقوله يعني. صحيح. اول بداياتي لو رحت بقى النادي الاهلي كان في اختبار، دخلت يعني من اول لمسه ليا كان وفقت ان تم اختياري. كان في كابتن مصطفى حسين الله يرحمه اللي هو كان بيلقب بابو الاشبال، وده كان عنده عين يعني خبيرة كبيرة جدا، وكان إنسان تربوي بمستوى عالي قوي. فالناحية التربوية اللي كانت موجودة عنده كانت امتداد للأسس والمبادئ بتاعت النادي الأهلي، وبالتالي كان بينقلها للناشئين. ولغاية النهاردة الحتة دي موجودة بنسبة يمكن تكون أقل من زمان، بس بنسبة كبيرة جدا بالنسبة لي. حضرتك دخلت النادي الأهلي تقريبا وعمرك 13 سنة، كانت الأسرة شايفة عبد العزيز عبد الشافي في هذا التوقيت ازاي؟ كان والدك ووالدتك بيدعموك؟ لأنه كثيرا ناس بتتكلم عن انه بيبقى في اضطرابات أسرية في حياة لعيب الكورة. ما فيش شكوى، في الفترة دي كان الأب والأم بيخافوا على أولادهم انه بيلعبوا كورة. بيبقى تضيع وقت، زائد المذاكرة لابد الاهتمام بالدراسة. أنا رحت من غير ما حد يعرف خالص. كان شوقي أخويا اللي هو الشقيق الأكبر، المفروض ان هو كان أحد لاعبي النادي الأهلي في الناشئين والشباب، وكان لعب فريق الاول، ولكن كان هو كظابط جيش كان وقت 67 الى الفتره اللي هي من 67 لغايه 73. كان موجود مع القوات المسلحه باستمرار. فكان وجوده في القاهره كان قليل جدا. فانا رحت لوحدي والحمد لله نجحت لوحدي يعني، وكملت. هو اتفاجئ ان انا بلعب كوره، والدي اتفاجئ ان انا بلعب كوره، وهم طبعا كلهم بيحبوا النادي الاهلي. قالوا لك ايه لما دخلت النادي الاهلي؟ هو والدي ما كانش مصدق في الاول، بس هم اكتر لما لقى الناس بيتكلموا عني. وهو اصلا كان بيشجع كوره، بس بعد النكسه بطل يشجع او بطل يروح ماتشات يعني. فجه سالني انت بتعرف تلعب كوره؟ فقلت له يعني بعرف على قد يعني. فقال لي لا، انا الناس كتير بتكلمني عنك ومش عارف ايه، فلو رحت اتفرج عليك يعني مش هتشتم؟ قلت له لا مش هتشتم. فراح اتفرج عليا من ورايا. كنا بنلعب فريق النصر تحت 16 سنه، وكسبنا يومها 3-0، وبالصدفه انا اللي جبت 3 اجوان في اليوم ده، وده الماتش الوحيد اللي في السنه جبت فيه 3 اجوان. 3 اجوان؟ انا ما اعرفش انه راح. ووالدك ما تعرفش انه موجود؟ لا ما اعرفش انه موجود. بعد ما رجعت قعد معايا قعده كده خاصه،
وقال لي انت لعيب ربنا مديك موهبه كبيره لازم تحافظ عليها ولازم تفهم ان الموهبه دي المفروض تسعد بيها غيرك. ويكفيك قوي ان ربنا اداك حاجه ممكن تسعد بيها ملايين او تسعد بيها ناس كتير قوي. صحيح. خاصه بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي الناس بتحبه في كل العالم مش بس في القاهره او في مصر بس يعني. صحيح. فالحقيقه النصيحه دي انا كانت الوالده دائما الام بيبقى ليها شعور مختلف عن الاب. طيب. الاب قد يكون مجازف مع ابنه قد يساعده على انه يتخطى الصعوبات لكن الام اكيد كان ليها احساس مختلف. لا هو بص انا طبعا لقيت معاونه من الجميع بس طبعا الام زي ما حضرتك بتذكر كده كانت هي اللي بتتحمل على مدار فتره لعبي بالذات المعاناه بتاعت الاصابات المعاناه بتاعت الخساره احيانا عمليه التغذيه كانت اهتمام كبير جدا بحته التغذيه بالنسبه لي انا بالذات عمليه النوم يعني انت عارف زمان كان في يعني كانت بتهتم بالتغذيه كانت تكلمك تقول لك تاكل ايه او تحضر لك اكل معين طبعا بتعمل لي اكل معين كان ايه ابرز الاكل اللي بتحضره لك او ليه حريصه دايما ان هي تقدمه لك انا كنت ما اكلش لحمه خالص يعني انا بدات اكل لحمه وانا عندي 20 سنه كان اللي ساعدني ان انا او اللي فرض عليا ان انا اكل لحمه الله يرحمهم ويحسن اليهم بوبو وميمي درويش كان كنا في المنتخب وانا كنت معاهم وكنت صغير جدا انا وفاروق جعفر فقالوا لي لا انت لازم تاكل عشان تعرف الماتشات صعبه ومش عارف ايه وبتاع قلت لهم ما بحبش لحم مصدرك البروتين يا كابتن يعني فشويه شويه كده فضلوا يضغطوا عليا لغايه اما يعني بدات اكل فبس باكل لحمه من نوع معين البتيلو بس ما باكلش البتيلو بس او الفراخ يعني من اللحوم الثانيه انا مختلف انا احب اللحمه بتاعت الموزه دي يا كابتن لا لا موضوع ثاني لكن بس الموضوع ما اثرش على مسيرتك التعليميه يعني اللعب في النادي الاهلي ما اثرش على دراستك لا انا كنت شاطر جدا في المدرسه بس بصراحه لغايه اولى ثانوي بعد كده بدات افكر باسلوب عملي شويه يعني انا كنت راسم خطتي كلها ان انا اخش تربيه رياضيه والتربيه الرياضيه في وقتنا او يمكن لغايه دلوقتي هي بعض المميزات بالنسبه للرياضيين الدوليين بالذات كنا بنخش ب 50% بس فكنت بذاكر على قد 50% وجبت 60% ودخلت تربيه رياضيه وكملت وكانت دراستي كده وبعدين برضو اللي ساعدني بصراحه الثانويه الرياضيه يعني برضو كنت في اولى ثانوي برضو ثانويه رياضيه وكملت فيعني الاتجاه برضو في الحته دي ساعدني قوي قوي.